التعليم المهني جيجل وحجور في بازاس. اذا حنا دوك رانا هنا، هذا البلوك تاع الاداره، وهنا اقسام التعليم المهني، وهادو اقسام التعليم العام. حنا عندنا التعليم العام والتعليم المهني، التعليم العام والتعليم المهني. ربما بالك الجماعه ما يعرفوش واش معنى التعليم المهني، معليش نعرفوا التعليم المهني بعد التعليم تاعنا. التعليم المهني هو مسار اخر للتعليم ولا التكوين ولا دا. حنا الان في التعليم المهني، الان شكون هما لا بوبيلاسيون اللي مسيبليه باش تدخل هنا؟ هما الناس اللي ينجحوا في الرابعه متوسط. كي ينجح في الرابعه متوسط يعطيوه بطاقه رغبات، يقول له اسكو تروح للثانويه ولا تروح للتكوين ولا التعليم المهني. فاذا كان هذا العام ان شاء الله راح يكون عندنا هذا الاختصاص ويدخل يعني في سبتمبر ان شاء الله راح يكون عندنا انتاج باقي تكنيسيا سيباريا حاجه مودرن فريشه كويزين ان شاء الله هذا يطلع في مستوى الفندقه يروح كويزيني كاليفي من خلال دي لوجيسيال اكسل واحد
التعليم المهني بوعتوره مريم شاهده بوعتوره مريم للفندق السياحه بجيجل يرحب بمتربصي واطارات واساتذه معهد الوطني المتخصص في فندقه وسياحه بسكيكده في البلديه السفله. وطبعا هذه الزياره هذه اللي جات من اجل الاستطلاع على قدرات وامكانيات القطاع على مستوى الولايه او على مستوى الولايات. فهذه الزياره هذه راهي تدخل في اطار توصيات نتاع السيد وزير التكوين.
كما تشوفوا كهوف العجيب أشكال غريبة. وهنا عندنا أن جيد من ممثلي الغابات جيجل صعب يشرح مطربسين مستاجر الله يبارك يعطيهم الصحة. اكتشاف مطربسين راهم منبهرين بهذه المقومات اللي تحوز عليها ولاية جيجل. رغم هذا الإمكانيات مازال جيجل المتحضة ترويج الأمثلة للسياحة كانت تكون واجهة سياحية بامتياز. ومشكورين منهم منظموا هذا الرحلة خرجة بيداغوجية سواء من خمسين أو كأساتذة أو إطارات المدربين. شكرا جزيلا.